عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد في الرياضيات، ألا وهو الزوايا المحيطية والزوايا المركزية. إذا انتبهوا معايا هنا مزيان هذا الدرس لأنه سهل جدا وما فيه حتى شي حاجة صعيبة. على بركة الله نبتدئ بشرح أحد شقين في العنوان ديال الدرس، ألا وهو الزاوية المركزية. إذا نعرفوا شنو هي الزاوية المركزية. إذا كلمة مركزية ترجع إلى المركز بالضرورة، هنا مركز، مركز ماذا؟ مركز دائرة. إذا اعتبرنا واحد الدائرة معينة ثم المركز ديالها هو أو، لاحظوا مزيان. إذا الزاوية التي رأسها أو، يعني نعتبر زاوية كيفما تكون، منفرجة، حادة أو كيفما كانت، المهم أن يكون رأسها أو بهذا الشكل هذا، فهي تعتبر زاوية مركزية. لاحظوا زاوية مركزية. إذا باش نسميو هذه الزاوية غنسميو هذه الأطراف مثلا أ و ب، مفهوم؟ إذا شنو هي هذه الزاوية هذه؟ بالطبع إذا كنسميوها الزاوية أ أو بي. دائما هذاك الرأس كنديرو في الوسط وما نساوش هاد العلامة ديال الزاوية. إذا لاحظوا هذه كتسمى زاوية مركزية حيت الرأس ديالها هو المركز ديال الدائرة. وطبعا هذه الزاوية المركزية إذا لاحظتوا مزيان فإنها تحصر قوسا، لاحظوا واحد القوس كتحصر، إذا هذا هو القوس أبي. دائما الزاوية المركزية تحصر واحد القوس معين وسط الدائرة. إذا الرمز ديال القوس لاحظوا ما كنديروش أبي، ما قوس أبي، إذا كيفاش كنرمزو كنديرو أبي وكنديرو علامة بحال نصف دائرة في الفوق ديالها، إذا هذا كتعني قوس. وهنا يمكن لنا بكل بساطة أن نقول أن أ أو بي تحصر القوس أبي، واش مفهوم؟ إذا هذه هي الزاوية المركزية. نطلع على ما معنى الزاوية المحيطية. إذا الزاوية المحيطية كذلك باش نشرحوها لابد كنرسمو واحد الدائرة معينة، ولكن شنو الفرق هنايا؟ أنه في الزاوية المحيطية أن رأسها ينتمي إلى الدائرة، يعني كنختارو شي نقطة معينة في الدائرة كيفما كانت. مثلا نختار أن هنا نسميه مثلا حرف مثلا إيكغيك، مثلا سميته أنا إيكغيك. إذا لاحظوا جيدا، إذا في هذه الحالة هذه إلى مشيت رسمت واحد الزاوية معينة، لاحظوا إذا إيكغيك نسميه هنايا الحروف الأخرى اللي بقات باش نسميو زاوية مثلا إكس وزد. إذا لاحظوا معايا هنا أن هذه الزاوية التي رأسها ينتمي إلى الدائرة تحصر قوسا، عفوا تحصر قوسا من الدائرة، تحصر واحد القوس معين من الدائرة. إذا هذه الزاوية هذه كتسمى الزاوية المحيطية. إذا لاحظوا مزيان أن الزاوية المحيطية كيفاش نرمزو لهذه الزاوية هذه، الرأس كيكون في الوسط إيكغيك، وهذا ماشي مشكل إذا قلبناهم سواء درنا زد إكس أو إكس زد. ثم علامة ديال الزاوية فإنها زاوية محيطية تحصر القوس، ما هو القوس الذي تحصره؟ إكس زد، إكس زد. وطبعا كنديرو الرمز ديال القوس هنايا. لاحظتوا الفرق هنا بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية. نشوفوا واحد الحالة خاصة ديال الزاوية المحيطية. إذا هي حالة خاصة، انتبهوا معايا مزيان هذه الحالة الخاصة. إذا نشوفوا الآن هنايا حالة خاصة للزاوية المحيطية. لاحظوا مزيان واحد الحالة خاصة، انتبهوا معايا مزيان. إذا إلا اعتبرنا دائرة معينة، مركز هو أو طبعا، هذه طبعا لا غنى عن. إذا اعتبرنا الرأس ديال الزاوية كيمشي بلاصة معينة، مثلا نعتبروه هنايا مثلا أ. حنا عارفين أن الزاوية المحيطية خاصها تكون أنها تحصر قوسا من الدائرة، ولكن كاينة حالة خاصة إلا اعتبرنا المماس، المماس ديال الدائرة. لاحظوا المماس، إذا المماس هو واحد الضلع كيمس الدائرة هنايا. لاحظوا مماسي، لاحظوا مزيان، واعتبرنا أن في هذا المماس اعتبرناه نقطة أخرى سميناها بي، واعتبرنا واحد النقطة من الدائرة سميناها سي. لاحظوا مزيان، إذا هاد الزاوية اللي كتشوفوا قدامكم سي أ بي أو بي أ سي، لاحظوا معايا مزيان. إذا هاد الزاوية اللي كتشوفوا
الآن هذه الزاوية تعتبر زاوية محيطية. لاحظوا كيفاش دايرة، واخا كيبان لكم هذا على برا لكنها تعتبر زاوية محيطية تحصر هذا القوس. لاحظوا مزيان، تحصر هذا القوس. إذا هذه حالة خاصة، إذا يمكن لنا نقول بكل بساطة أن الزاوية سي أب زاوية محيطية تحصر القوس أشمل قوس أس. لاحظوا الرمز ديال القوس هو هذا. نتمنى أنكم شفتوا الآن الفرق بين الزاوية المحيطة والزاوية المركزية. إذا الآن هنا غادي نشوفوا ما معنى زاوية محيطية مرتبطة بزاوية مركزية. نعتبر دائرة معينة، دائرة حاولوا رسموا واحد الشكل إذا باش تفهموا مزيان. نعم دائرة والمركز ديالها مثلا او. إذا قلت لكم الآن بغيت نرسم زاوية مركزية بكل بساطة، هذه الرسم زاوية رأسها او، ثم كتحصر واحد القوس من الدائرة. إذا لابد هذا تحصل واحد القوس من الدائرة. لاحظوا هذه هي الزاوية المعينة اللي رسمت مركزية. ثم باش يكون عندي الاسم لهذه الزاوية غادي نسميه هنا جوج نقاط أ و ب. مزيان، ثم سأرسم زاوية محيطية. إذا الزاوية المحيطية سأعتبر نقطة من أي دائرة، إذا في أي بلاصة بغيت غادي نعتبر مثلا هذه النقطة غنسميها سي. ما شنو هو الشرط باش تكون الزاوية المحيطية مرتبطة بالزاوية المركزية؟ هي أن تكون الزاوية المحيطية تحصر نفس القوس الذي تحصره الزاوية المركزية. شنو هو القوس اللي كتحصره المركزية هنا؟ تحصره القوس أب. إذا انتبهتوا مزيان، هذا القوس هذا هو اللي كتحصره، غادي نديرو بلون مغاير باش تنتبهوا مزيان. إذا لاحظوا، إذا هذا هو القوس، إذا غادي ندير ليه هذا الشكل باش يبان لكم. إذا هذا هو القوس الذي تحصره، يجب على الزاوية المحيطية أن تحصر نفس القوس. إذا من هنايا غادي نربط واحد النقطة مع السي بهذا الشكل هذا، ثم غادي نربط هنايا نفس. لاحظوا أن نقول على أن هاتان الزاويتان الزاوية المحيطية مرتبطة بالزاوية المركزية. لماذا؟ لأنهما تحصران نفس القوس. إذا ها هما تحصران، علاش؟ أشنو بغينا نبينو هاد التحصران؟ شنو غادي تفيدنا ولا شنو غادي تزيدنا؟ مزيان، نجيو باش نشرحو أكثر تفصيلا في هاد الواجهة هادي. لدينا أ أو بي، لاحظوا مزيان، أ أو بي زاوية مركزية، نعم تحصر القوس ماذا؟ تحصر القوس AB. ثم لدينا زاوية ACB اللي هي محيطية طبعا، زاوية محيطية تحصر القوس AB. مزيان، إذا بما أنهما تحصران نفس القوس فإن ACB زاوية مرتبطة ب أ أو بي. إذا وعندما تكون هاتان الزاويتان مرتبطتان ماذا يعني هذا؟ لاحظوا مزيان، يعني هذا أنه كاين واحد علاقة كتقول لي أن الزاوية أ أو بي اللي هي مركزية تساوي مرتين الزاوية المحيطية، تساوي اثنان أ سي بي. باش نشرح لكم، إذا كانت لدي الزاوية المحيطية هنا 30 درجة، يمكنني أن أستنتج بكل بساطة أن الزاوية المركزية 60 درجة. ده كتكون طوبل عندما تكون تحصران نفس القوس. يعني في التمارين يقدر يعطيك زاوية معينة 30، وخاصك تقلب على الزاوية التي تحصر نفس القوس المركزية، ويقول لك في السؤال احسب الزاوية المركزية، تقول لي بما أنهما تحصران نفس القوس فإن الزاوية المحيطية مرتبطة بالزاوية المركزية إلى آخره، وبالتالي فإن الزاوية المركزية تساوي مرتين الزاوية المحيطية، ومن هنا نستنتج أنها تساوي 60 درجة. إذا هذه هي القاعدة الاستثنائية اللي بغينا نخرجوا من هذا التمرين هذا، من هذا المحور هذا. إذا نشوفوا واحد التمرين باش نفهموا أكثر.
لدينا هنا تمرين تطبيقي باش نشوف واش شغلها داكشي اللي شفنا ولا لا. اذا لدينا دائرة، لاحظوا، واربع نقط من الدائرة A B D C، اذا اربع نقط من الدائرة. اذا لاحظوا مزيان ان المعطى الوحيد اللي عطونا هو القياس ديال الزاوية بي ا سي. اذا القياس ديال الزاوية بي ا سي كتساوي 30 درجة. والسؤال انهم طلبوا منا شنو؟ طلبوا منا اننا نحسبوا بي او سي اللي هي هذه الزاوية هذه، ثم بي دي سي، بي دي سي اللي هي هاد الزاوية هذه. إذا طلبوا منا نحسبوا عطاونا غير واحد المعطى واحد. إذا لنحسب بي أو سي، حساب بي أو سي. إذا لاحظوا معايا مزيان، كنلاحظوا هنا أن الزاوية بي أ سي و بي أو سي تحصران نفس القوس اللي هو بي سي، وبالتالي يمكن أن نقول أن الزاوية بي أ سي مرتبطة بالزاوية بي أو سي. إذا لاحظوا مزيان، لدينا ماذا؟ بي أ سي، بي أ سي تحصر القوس ماذا؟ تحصر القوس بي سي، تحصر القوس بي سي. ولدينا بي او سي اللي هي زاوية مركزية، حيث أن المركز أحد رؤوسها، عفوا رأسها. إذا بي او سي لاحظوا مزيان تحصر القوس ماذا؟ القوس بي سي. إذا بما أنهما تحصران نفس القوس، فإن الزاوية المحيطية اللي هي بي أ سي مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالزاوية المركزية اللي هي بي بي أو سي، بي أو سي. وبما أنها مرتبطة فإننا نستنتج أن قياس هذه الزاوية يساوي مرتين الزاوية المحيطة. إذا يمكن الاستنتاج هنا بكل بساطة أن بي أو سي تساوي مرتين ماذا؟ الزاوية بي أ سي. إذا يمكننا احنا بما أننا نبحث عن بي أو سي، إذا يمكن الاستنتاج بكل بساطة أن بي أو سي تساوي 2 مضروبة في شحال؟ مضروبة في 30 درجة، اللي هي معطية لنا تساوي 60 درجة بكل بساطة. ثم السؤال الأخير، حساب بي دي سي. إذا بي دي سي كنلاحظوا مزيان، إذا تطلب منا أننا نلقاو هذه الزاوية المحيطية بي دي سي، انتبهوا مزيان، لدينا نفس المعطى بي أ سي ماذا؟ بي أ سي تحصر القوس بي سي. لاحظتوا؟ إذا بي أ سي تحصر القوس بي سي اللي هو هذا. ولدينا زاوية محيطية أخرى اللي هي سي دي بي، سي دي بي تحصر القوس بي سي. ولكن انتبهوا رانا ماشي غنديرو مرتبطة، لماذا؟ لأن بي دي سي ماشي زاوية مركزية، حتى هي زاوية محيطية. إذا أشنو يمكن نديرو في هذه الحالة؟ كاينة قاعدة تقول ماذا تقول؟ إذا كانت لدينا زاويتان محيطيتان تحصران نفس القوس فهما متقايستان. إذا وبالتالي بما أن بي أ سي و سي دي بي تحصران نفس القوس، فبالتالي فإنهما متقايستان. ومنه ماذا؟ ومنه نستنتج أن بي أ سي تساوي سي دي بي تساوي ماذا؟ 30 درجة. نتمنى أنكم استفدتم معنا مزيان. غادي نشوفوا سلسلة ديال التمارين أكثر تفصيلا من هذا إن شاء الله مستقبلا. دمتم أوفياء، ما تنساوش تتابعونا في القنوات ديالنا، وما تنساوش كذلك تشوفوا رابط الدرس أسفل الفيديو للاستفادة أكثر. إلى اللقاء.